اش غادي نقول لها؟ حليمه الحبيبه ديالي، حليمه مرتي، حليمه مين بنتي، تنبغيها بزاف وتنتمنى من الله يا ربي يوفقنا في هذه المسابقه هذه، وحتى لا ما وفقناش نتمنى من ربي يجيب لنا شي رزيق ونديروا العرس ديالنا حتى حنا ونفرحوا بحليمه ونهزوها فوق العماريه. الله يخليها ليا يا ربي في هذا النهار هذا. شنو نقول لك؟ واخا نبغي نقول صراحه الكلام في حقه قليل. المهم هو بالنسبه لي بين بنتي والاب ديالي والصديق ديالي والحبيب ديالي والاخ، واخا عندي خوتي هو اللي كاين معايا هاد الساعه، هو اللي عاطيني بزاف ديال الحوايج. ماما تبناتي الزين، الحبيبه، الكبيده ديالي، العمر ديالي، كل شيء. راجلي صراحه هذه كلمه معبره بزاف، انا كنفضلها راجلي حبيبي. انا كنقول ليه العمر، كتعجبو هذه الكلمه العمر ديالي، بات بنياتي. اليوم الحضور ديالنا كفكاهيين مع راديو اصوات الف هنيه وهنيه، اليوم نصف النهايه، نتمنى ان شاء الله تكون حلقه ممتازه ونضحكوا معهم ونفوجوا على المستمعين ان شاء الله، وهذه انا متاكد غتكون مزيانه ومجدي الجديد. انا ولدي، ها ولدي شتيه؟ حتى انا اليوم عاد تنقول الناس يعني مستمع. هذا راه ولدي والله، حتى ولدي بالله عارف. المهم الناس مستمعين ديال راديو اصوات ولدي الوالد اصاحبي، ناس مستمعين ديال راديو اصوات، انا ولده صافي ناس مستمعين ديال راديو اصوات. اليوم ان شاء الله غادي نعطيوهم شي حاجه جديده ديالنا ان شاء الله، ونحاولوا نشطوا شويه البلاطو ونشطوا حتى العرسان ديالنا ان شاء الله، ودوز حلقه مزيانه ان شاء الله. واكتشفت انه اليوم غادي يكونوا دي كوبل في برنامج الف هنيه وهنيه اللي حنا جميع فنانين ضيوف فيه، انهم غادي يكونوا ديجا والدين، وهذه فكره زوينه لان عمرها ما دارت يعني بحال بغيتي تقولي تجديد الحب ديالهم والعلاقه الزوجيه. فكنتمنى انه يكون يوم برايم زوين وينشطوا معنا المستمعين ديال راديو اصوات. بدي اقول لهم يعني ربي ما كيضيعش شي حاجه ديما، يعني واخا ما داروش العرسه شوف سبحان الله رجع، يعني ربي عوضهم بشي حاجه مزيانه. ونحن بنقول بلبنان اهم شيء بالزواج يكون زواج الدهر مش زواج الشهر. انا مدير معرض سيريموني. سيريموني هو معرض كيجمعوا فيه كاع المحترفين ديال الجواز، بحال تريتور ولا نقافة ولا ذهبية ولا كاع اللي كيخص الجوج والجوجة باش يحضروا العرس ديالهم. هني وهنيا حنا شركاء معهم، هما كيديروا البرنامج ديالهم باش كيجمعوا لي كوبل اللي غادي يربحوا، وحنا غادي نجوجوهم في لو سالون سيريموني اللي غيكون في 15 16 17 سبتمبر، يعني 15 16 17 شوتنبر في الهوتيل حياة ريجنسي ديال الدار البيضاء. انا حسناء صاحبة سبرينغ بيوتي، انا اون بارتنريا مع لافوار سيريموني، جيت هنايا باش غادي نزين العروسة اللي غتفوز باللقب ديال الف هنية وهنية. انا كنقول لهم كنشكركم بزاف بزاف وما نوفيش الحق ديالكم، وانا كنطالب واحد مني ليهم الا كانوا مازال مقتنعين بيا وباغييني نوصل يزيدوا يصوتوا ليا. وفري انا حاليا دابا حاليا محتاجه للصويت ديالهم، يصوتوا لي على رقم جوج، وشكرا لكم كاملين. نقول للناس اللي متبعينا وتبعونا بداو معنا المشوار من الاول وما قيم متبعينا لحد الان، كنشكرهم بزاف بزاف بزاف، وتنقول لهم زيدوا ساندونا، راه بلا بكم ما نقدروش نوصلوا للنهايه ان شاء الله. صوتوا علينا على رقم واحد وزيدوا صوتوا. Yeah.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.